بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين. انا نهى مقلد من قناه نوفود. ان شاء الله النهارده هنعمل اكل القمر اللي بتدفي اللي قدامكم دي. شايفين الدخان ده بس اللي طالع، البخار اللي طالع ده بس يدفي ما شاء الله. يعني هنعمل معمر الفلاحين، معمر اللي هو على اصوله. لان انا بشوف ناس بتعمل رز في طواجن وتقول لك معمر، لا معمر بتاع الفلاحين بقى. انا ان شاء الله هعمله لكم النهارده بطريقه سهله جدا وجميله جدا، وهتاكلوا ان شاء الله احلى معمر من ايد نوفود. يلا نسمي الله ونشوف هنعمله ازاي. يلا نسمي الله ونبدأ، يلا على المطبخ. هنا بقى يا حبايبي جبنا الوجبة بتاعنا، هنحط فيه معلقة من السمنة البلدي، معلقة كبيرة كده من السمنة البلدي. لو مش موجودة حطي زبدة وزيت عادي، هيمشي ده وهيمشي ده. لو اللبن بتاعك كامل الدسم فمش مشكلة خالص. هنا مستنيين السمنه لما تسخن علشان نعمل ايه بقى. هنجيب اللحمه بتاعتنا ونشوحها في قلب السمنه دي. اللحمه ديت نص سلقه بس، انا عايزه اديها تحميره في السمنه البلدي، تديها شمخه كده وتبقى ريحتها يعني جايبه لاخر الشارع. خلاص هنحمرها هنا ونحط لها، خدوا بالكم اللحمه دي وانا بسلقها حط لها كل البهارات بتاعتها، حط لها ورق اللورا والمستكه وحبها كله. هنا بس بنحط شويه فلفل اسود لان المعمر اللي انا بعمله النهارده ده بيحب الفلفل الاسود. حطيت شويه ملح كمان صغيرين كده عشان نشوح بيهم اللحمه بتاعتنا. نفضل نشوحها لحد ما نديها لون محمر كده جميل، علشان تبقى في البرام كمان بتبقى احلى بكتير يعني لما تديها بالتحميره دي. لان في ناس بتحطها يعني بتسلقها وتحطها على طول في الطواجن بتاعتها، لا التحميره دي هتفرق معاك في الطعم. يعني عايز اقول لك هتفرق بنسبه 100%. هنا خلاص اديناها تحميره، هنطلع بقى اللحمه بتاعتنا دي على جنب، نحطها على جنب كده اما نيجي نشتغل فيها. وفي نفس الماده الدهنيه دي اللي هي في الوجب بتاعنا، هي بالظبط هنحط فيها الرز اللي احنا غاسلينه ونقعينه، وندي له تشويحه تمام في قلب الماده الدهنيه دي. نشوح بقى الرز مع السمنه البلدي مع اللون. بعد ما حمرت اللحمه بيبقى فيه تحميره كده في السمنه، نحمر كله مع بعضه كده او نشوح كله مع بعضه ونديله تشويحه تمام. نحط له برده شويه فلفل اسود، ونحط له الملح اللي هو بقى الملح اللي انت بتظبطي به الاكله بتاعتك كلها. خلاص لان انا مش هحط ملح تاني، يعني ممكن احط فلفل اسود تاني لكن مش هحط ملح تاني. خلاص هو كده ايه الملح بتاع الاكله كلها. خلاص احنا كده نشوحه تشويحه تمام على النار، وناخده بقى وروح عشان نعمل الطواجن بتاعتنا. جبنا الطواجن اهي جنبنا اهي، هنحط في كل طاجن نص رز، نحط في النص التحتاني كده شويه رز. يعني بالمعلقه اللي احنا بنعملها دي نص رز هيبقى فوق اللحمه ونص الرز هيبقى تحت اللحمه. هو ده بقى الطواجن المعمر الفلاح اللي على اصوله. يعني لان زي ما قلت لكم في المقدمه، انا بشوف ناس بتعمل طاجن رز بيبقى بلبن وقشطه ومش عارفه ايه، بس ما بيبقاش فيه لحمه. ده مش المعمر بتاعنا خالص، ده احنا بنسموه رز دس. ده بقى هو المعمر اللي على اصول. شايفين هنا انا جبت اللحمه اللي احنا محمرينها مع بعض اللي هي كانت واخده نص سلقه اصلا، هنحطها في قلب الطواجن على الرز اللي احنا حطيناها في القعر. نفرق بقى اللحمه بتاعتنا في قلب الطواجن بتاعتنا دي، واحنا مشغلين الفرن. خدوا بالكم عشان الفرن لازم يكون سخن جدا جدا. خلاص احنا هنا بنظبط الطواجن وننزل بقى بالرز، نغطي اللحمه بتاعتنا دي كلها. على فكره ممكن تستبدلي اللحمه دي بفراخ، احنا عملنا بفراخ قبل كده في القناه، تستبدلها زي ما انت عايزه يعني اللي انت عايزه. بس اللحمه لازم تتسلق الاول او تاخد نص سلقه معنا صح. الفراخ يا دوبك بنشوحها، يعني الفراخ تقريبا نفس السوا بتاع الرز، بنديها تحميره كده على النار وبعد كده بنشتغل فيه. لكن اللحمه زي ما انتم شايفين كده اديتها نص سلقه وبعد كده حمرتها وبعد كده اشتغلت فيه. هنا خلاص بنغطي اللحمه بالرز. الرز طبعا زي ما قلت لكم مغسول ومنقوق، رز مصري عادي خالص ما فيش منه اي مشكله خالص. هننزل بقى بقيه كميه الرز بتاعنا. ايوه كده، يعني بصوا اكله من الاخر. يعني بص هي دي الدفى اللي على اصوله بقى، مش كفايه عدس وكفايه محشي. بصراحه نتضاير شويه على الاكلات اللي هي ايه اللي بتاعت امهاتنا وجداتنا بقى، الحاجه العظمه دي. خلاص احنا هنا خلاص حطينا رصينا الطواجن بتاعتنا. هننزل بقى باللبن كامل الدسم. كامل الدسم، امال لازم ما يبقاش معمر ما كانش لبن جاموسي كامل الدسم ده هو. واحنا هنستكفى كده ابدا، عيب. هنجيب حاجات تانية نحطها، امال يعني ما نتخنش مثلا، لازم نتخن.
هنحط بقى بنغطي احنا الرز اللي احنا بنغطي الرز بتاعنا باللبن. على فكره ممكن تحط اللبن ده لو حابه تحط عليه شويه شوربه عادي، لكن انا عاملاها عايزاها النهارده بلبن بس كده. خلاص خلاص ظبطنا الدنيا، بنظبط الطواجن. بس هنعمل ايه بقى؟ هناخد هنا ده اللي قلت لكم عليه، دي تحط في كل طاجن معلقه قشطه محترمه كده من وش اللبن، عندي موجوده في الثلاجه، فحطيت في كل طاجن معلقه. وناخد الاول، ناخد الطواجن دي الاول نحطها تحت الشوايه، تحت الشوايه بس كده من فوق الاول، اول ما تاخد وش من فوق نروح مطلعينها وهنشوف هنعمل فيها ايه دلوقتي. بس احنا دلوقتي هندخلها الفرن زي ما قلت لكم سخن، هندخلها تحت الشوايه، هتاخد تحت الشوايه يمكن من 10 دقائق لربع ساعه، اول وش بتاعها ما يتحمر. يعني انت تابعها كده، اول وش بتاعها ما يتحمر هنخرجها من الفرن ونشوف هنعمل فيها ايه. خلاص يلا بينا ندخلها الفرن ونشوفها بعد ما تطلع هتبقى شكلها ايه. هنا خلاص الفرن بنفتحه عشان الفرن جنب على طول زي ما بقول لكم دايما. خلاص هحطه هنا في الفرن وربع ساعه بالظبط هطلع. ادي بقى شايفين الشكل ده، هو كده مستواش، هو خد وش من فوق بس، يعني هو كده زي ما هو بالظبط، ما حصلوش اي حاجه غير انه خد وش من جوه من بره ولا من فوق من على الوش، يعني خد الوش الفوقاني ده. مش عارفه انا مش مركزه ليه، يمكن اكيد ما حطيتلوش لايك، حطوا له لايك عشان اعرف اركز. غطيناه وحطيناه في الفرن، قعد له نص ساعه في الفرن من تحت، وتطلعيه وتختبريه هتلاقيه استوى ان شاء الله. تحط فيه المعلقه كده هتحس ان هو استوى، او تطلعي منه شويه تحس ان هو استوى، ان شاء الله هيبقى زي الفل. هيطلع بعد نص ساعه بالظبط، هو خد معايا نص ساعه. شوفي انت الفرن بتاعك، لان مش كل الفران زي بعضها بصراحه، او كل الحراره مش زي بعضها. انا عندي هنا خد نص ساعه وطلع بالشكل القمر ده. ايه رايكم؟ يا رب يعجبكم، وان عجبكم ما تنسونيش باللايك والشير، وتزوروا صفحتنا على الفيسبوك تنوروها، وتنوروني في صفحه نهى فوق. ويا رب الأكلة تعجبكم، إن شاء الله هتعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.